مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله تعجب حضراتكم. الحلقة النهاردة خاصة بالسحور، يعني هنعمل كام صنف لطيف ممكن يعني أولادنا وإحنا نتبسط بيه على السحور. هنبدأ نقول هنعمل إيه وانطلقت صفارة الحكم وهنبدأ مع بعض الشوط الأول. يلا بينا. أول حاجة هعملها هي احنا طبعا في حلقة مميزة جدا هتنتظروها يعني قريبا هتوزع على طول، فيها حاجات مميزة جدا جدا كمان للسحور، ولكن في حاجات احنا هنعملها في البيت خاصة بيها. هنعتبر انه الحلقة دي هي الحاجة اللي احنا هنشتغل على اساسها بقى، يعني هنطبق الحاجة دي ازاي. انا هعمل النهاردة طاجن فول لطيف كده، بس هعمله بالبيض، هنحطه في الفرن وهنديله شوية منكهات بما اننا دمسنا الفول مع بعض، وكمان عندنا شوية من الجبنة بالطماطم هنديها شوية حاجات كده لطيفة منكهات بحاجات بسيطة جدا موجودة في البيت. وهنعمل كمان لو حابين نغير شوية، مش كل حاجات حلوة 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 على السحور، بنبقى خايفين ناكل حلو تقيل، فهنعمل مربى فراولة بما انه الموسم خلاص وقربت تمشي، عايزين نحتفظ بالفراولة الجميلة دي ونعمل مربى او نخزنها في الفريزر للعصاير عشان ممكن ناكل قشطة بالمربى، ممكن نعمل اي ساندوتش خفيف وتبقى حاجة مغذية وحاجة فاكهة طبيعية. خلينا نقول بسم الله. خلينا الاول اقول مقادير مربى الفراولة، هحطها قدامكم على النار وهنشتغل فيها وبعدين نبدا في السحور بتاعنا. عندي اول حاجة لمربى الفراولة اللي هو على الكيلو فراولة فريش، كيلو صافي بعد ما بنضفها وبشيل منها الحاجات دي. عندي 400 جرام سكر ل 600 جرام، ده على حسب درجة حلاوة السكر اللي حضراتكم بتحبوها. طيب عندي عصير ليمون، يعني معلقة من عصير الليمون، وطبعا هنقدمها مع قشطة. طيب هحكي مع حضراتكم دلوقتي، اقول بسم الله وهحطها. هقول لكم اهم حاجة في غسيل الفراولة، نغسلها ازاي؟ الفراولة ما بتتشطفش. يعني ايه ما بتتشطفش؟ يعني انا لازم اخد الفراولة دي زي ما هي سليمة، بنقيها وباخدها بحطها في بولة كبيرة، وبملى البولة دي بحطها تحت الحنفية. الاول بشطفها، بشيل شوية حاجات كده تطلع من على وشها، شوائب بسيطة كده والقشر بتاعها الاخضر ده وكله. وبعدين بعد ما تمام بصفي، بملى مية جديدة، ولازم معلقة ملح. ليه معلقة ملح؟ لانه هي اللي بتساعد انه لو في اي حاجة لا قدر الله جوه مسام الفراولة تطلع خالص. دي حاجات ما بتبانش بالعين المجرده، لكن احنا يعني لازم نخلي بالنا منها، فنسيبها على الاقل ربع ساعه او نص ساعه في المنقوع بتاع الملح. هتلاحظوا حضراتكم ان لون الميه اتغير، هتلاقوا اللون كده ايه ده احنا لسه شاطفينها والميه نازله نظيفه، ازاي اللون بتاع الميه اتغير وبقى اللون اللي فيه كانه فيه تراب او طين متصفي؟ ده بقى كده احنا هي نزلت كل اللي فيها. هنبدا نشطفها مره ثانيه وثالثه لحد ما تبقى الميه بيضه تماما، وهنقشر الجزء اللي فوق، قطعوها زي ما انتم عايزين. انا عن نفسي بحب اسيب فيها قطع عشان تحسوا قطع الفاكهه كده فتتبسطوا بيها، ودايما تبان حاجه بيتي يعني. فخلينا نقول كده بسم الله. طبعا نسبه السكر بتبقى ترجع لحضراتكم، انا بصراحه ضد مبدا انه كيلو فاكهه عليه كيلو سكر، ده كتير جدا جدا جدا. وبعدين مش كل انواع الفاكهه بينفع معها، ده في تين وفي مانجا وفي اصناف تانية بتبقى نسبه السكر اصلا عاليه جدا جدا فيها، فما ينفعش نعملها بنفس النسبه. انا حطيت الفراوله وحطيت السكر ال 400 جرام، وبعدين هقلب تقليبه كده بسيطه بسباتولا، وعايزه اقول لحضراتكم مش محتاجه تنقعوها ولا حاجه. بصوا انا هعملها هو وقتي مع حضراتكم بالسريع على الهواء. هاخد معلقه عصير الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه، تسلموا لي حبايبي، معلقه كده، وهاخد شويه صغيرين من الميه، بسم الله الرحمن الرحيم، نقطتين كده اهم، يعني حوالي نص كوبايه ميه لكوبايه ميه، وهقلب. معلش عشان انا مسخنه الحل عندي فهي عشان كده سخنه اهو، وهنقلب. اخر حاجه مش يعني لو حابين تحطوا فانيليا هتبقى اخر مرحله بعد ما نقرب نطفي على المربى ايا كان نوعها، هنضيف اخر حاجه الفانيليا. هبدا دلوقتي ارفعها على النار كده قدام حضراتكم، وخليني اخف هنا تبقى النار ايه واحده بس كده، عشان هنا في اتنين دبل العين دبل، فخليني كده ايه اقلب تقليبه حلوه. المفترض بقى انها تغلي، اول ما هتبدا تغلي الفراوله دي هتبدا يتفاعل السكر ده مع الفاكهه، هيطلع فوم
على الوش كده بلون الفراولة. هنشوفه دلوقتي مع بعض. الفوم ده لازم نتخلص منه أول بأول. يعني أنا بجيب بولة كده تبقى جنبي في المطبخ، وبجيب شوية من المية. عشان ليه بقى بحط شوية من المية؟ لأنه لما باجي أطلع باللوش بتاعي مثلا أو بالكبشة كده، أخد اللي على الوش أنزلها في المية وتبقى اتشطفت، يعني نطفت. في عوامل كتير لنجاح المربى وفي عوامل تبوظها. بصوا اللون، هي مش محتاجة الحمد لله ألوان، اللون شايفين أحمر، أحمر حقيقي، يعني تشجيع أهلي جامد جدا. طيب هسيبها بقى تبدأ تغلي. أول ما تبدأ تغلي هدي النار عليها وهسيبها. كل ما يظهر الفوم ده هشيله وأحطه بعيد، أفضل أشيله أشيله. إيه هي علامات تسوية المربى؟ إن الفوم ده يبدأ يقل 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 ويقل ظهوره، يعني ما يبقاش بيطلع كتير. طبعا في المرحلة دي هبدأ أضيف الفانيليا، وهسيبها لما تاخد القوام الحلو بتاع المربى. لا هضيف جيلي ولا هضيف عسل جلوكوز، ولا محتاجة إن أنا أتقلها، هي تتقل من عند ربنا كده لوحدها على طول. طيب بعد كده هنيجي بقى، لازم يكون برطمان معقم. معقم يعني دخل خد درجة حرارة بالغطا بتاعه، درجة حرارة من بعد الغليان يقعد 40 دقيقة مغمور في مية على النار. أو لو حضراتكم عندكم ديش وشر غسالة الأطباق هتحطوه حرارة فوق 60. خلاص يبقى احنا كده تمام. لازم يكون جاف ما فيهوش ولا نقطة مية ولا الغطا. طيب لما هصب المربى، لازم المربى لما تتصب تتساب مفتوحة الغطا، ما تتقفلش أبدا لما تبرد وتبقى ما فيهاش حرارة خالص. لأن لو قفلت الغطا وهي لسه دافية هتتراكم فوق بخار المية، هيتنقط في الفراولة هتبوظ فورا. طب لو خدت بمعلقة وكلت، ينفع أحط المعلقة تاني؟ لا هتفسد برضو لأن دي طبيعية. حطينا عصير الليمون. الناس اللي بتشوية ممكن تتعامل مع ملح الليمون، دي في ربع معلقة، هي مادة حافظة، بس أنا بصراحة بعملها بالليمون الطبيعي وأنا بحبه قوي عن ملح الليمون، وبصراحة بتنجح معايا، بتقعد شهور ما بيجرى لهاش حاجة طول ما أنا محافظة عليها. ولازم يبقى فيه كفر بلاستيك يحمي ما بين الغطا وما بين يعني الفتحة بتاعة البرطمان نفسه، علشان ما يتراكمش مية أو بخار أو أيا كان الرطوبة، عشان نحافظ عليها. تمام كده؟